مفيش شك إن استكشاف الفضاء عرفنا معلومات كتير جدا عن النجوم والكون وحتى عن كوكب الأرض اللي احنا عايشين عليه، لكن هل من الممكن استغلال الفضاء الشاسع ده في تحقيق قيمة اقتصادية وأرباح مادية ضخمة تعود علينا بالنفع؟ ده السؤال اللي هنجاوب عليه في الفيديو. في عناصر معدنية وكيميائية نادرة جدا على كوكب الأرض وليها قيمة مادية كبيرة بتصل لمليارات وتريليونات الدولارات، لكنها متوفرة بكثرة في الكويكبات اللي بتسبح في الفضاء. أغلى العناصر المعدنية دي وأعلاها قيمة مادية هي مجموعة معادن البلاتين، وده لأنها نادرة جدا على كوكب الأرض، لكنها من أهم المكونات اللي بتدخل في صناعة المنتجات الإلكترونية ذات التكنولوجيا العالية. بعض العلماء بيعتقدوا أن الكويكبات الصغيرة بتحتوي على كمية من معادن البلاتين بتفوق الاحتياطي الموجود في كوكب الأرض بالكامل. ومن أمثلة الكويكبات دي الكويكب اللي مر بالقرب من كوكب الأرض سنة 2015، واللي من المحتمل أنه كان بيحتوي على 90 مليون طن من المعادن الثمينة دي، واللي قدرت قيمتها المادية بحوالي 5 تريليون دولار. وبالإضافة لمعادن البلاتين، ممكن تحتوي الكويكبات على معادن تانية زي الحديد والنيكل والكوبالت. لكن أكثر العناصر الكيميائية الموجودة في الفضاء أهمية هو الماء، وده لأن عملية نقل الماء للفضاء مكلفة جدا من الناحية الاقتصادية، لدرجة إن مجرد نقل نص كيلو جرام تقريبا من المية بيكلف 2500 دولار. وبالتالي إذا أمكن العثور على كويكب بيحتوي على الماء وتم وضعه في مدار ثابت حوالين كوكب الأرض، فمن الممكن إنه يستغل كبديل لعملية نقل الماء وشحنه للفضاء لاستخدامه في أنظمة تبريد المحطة الفضائية الدولية وكعازل لحماية رواد الفضاء من الإشعاعات الضارة. ومن الممكن كمان استخدام الماء ده كوقود للمركبات الفضائية، وده عن طريق تقسيمه إلى الأكسجين والهيدروجين، وهما العنصرين الأساسيين في تركيب وقود صواريخ الفضاء. وده معناه إنه هيتم تحويل الكويكب اللي بيحتوي على ماء إلى محطة وقود هتتوقف عندها سفن الفضاء للتزود بالوقود، وبعد كده تستمر في طريقها لاستكشاف مناطق أبعد في الكون. ومن أقرب الأجرام السماوية لينا واللي بتحتوي على عناصر ليها قيمة اقتصادية هو القمر. القمر بيحتوي على عنصر الهيليوم 3، وهو عنصر شديد الندرة على كوكب الأرض، لكنه من المكونات الأساسية اللي هتقوم عليها صناعة مفاعلات الاندماج النووي في المستقبل. وبتبلغ القيمة الاقتصادية الإجمالية للعناصر اللي بيحتوي عليها القمر من 150 إلى 500 كوادريليون دولار. أيوة، كوادريليون، الكوادريليون اللي هو بيساوي مليون مليار. ورغم ان تعدين الاجرام السماويه للحصول على معادن وعناصر ليها قيمه اقتصاديه شيء صعب، لكنه غير مستحيل. ومن اهم المشاكل اللي ممكن تواجه عمليه التعدين هو الضعف الشديد لجاذبيه الكويكبات، واللي هتخلي مركبات الفضاء تواجه صعوبه شديده في الهبوط والاستقرار على سطحها. وللتغلب على المشكله دي ممكن تلجا المركبات الفضائيه للالتحام بجزء معين في الكويكب، زي بالضبط ما بتلتحم مع المحطه الفضائيه الدوليه. لكن التحدي الحقيقي هو كيفيه اختيار الكويكب المناسب اللي بيحتوي على معادن وعناصر بتحقق جدوى اقتصاديه حقيقية، وبالذات لما نعرف ان في حوالي 1500 كويكب قريب من الارض من المحتمل احتوائهم على ثروات معدنية، لكن بسبب ضعف انعكاس الضوء عنهم وبعد المسافة بيكون من الصعب رصدهم من كوكب الارض، فبيتم الاعتماد على الاشعة تحت الحمراء لرصدهم. لكن حتى الوسيلة دي مع بعد المسافة ممكن تعطي قراءات خاطئة. ومن المشاكل المطروحة برضه هو انه على الرغم من ضعف جاذبية الكويكبات، الا انها من الممكن ان تسبب مشاكل في انظمة توجيه المركبات الفضائية وتسبب انحراف عن مسارها، وده لان الكويكبات شكلها غير منتظم على عكس القمر المستدير، وده معناه ان قوى الجاذبية على سطحها غير متساوية وبتختلف على حسب شكل السطح في المنطقة اللي هتهبط فيها المركبة الفضائية اللي هتقوم بالتعدين. ومن المؤكد ان التغلب على العقبات دي هيحتاج وقت، وبالفعل في شركة واحدة على الاقل بيحتمل انها تستطيع استخراج الماء من الكويكبات محلول سنة 2027. وبالإضافة لكده، وكالة ناسا الفضائية بتخطط حاليا لإرسال مركبة جوالة فضائية للتنقيب عن المعادن على سطح القمر بحلول سنة 2020. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشاركوه مع أصدقائكم عن طريق الضغط على زرار الشير الموجود أسفل الفيديو، واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي.